افضل شخص في العالم امك، مفيش بعد امك. امك افضل حد في العالم. انت بتنجز في حياتك، انا ما بنجز، بس انا بشيل هم الحاجه، بس انا ما بنجز، بس انا بشيل همها، فدي حاجه خطوه قيده. انا طولت قوي، انا بقالنا كتير. احنا بقالنا كتير قوي شويه كده، مش عارف الرقم ده مكمل ليه. انت مشاكلك كتير. والله انا نفسي ارجع لمرحله ان مشكلتي كانت تيكت يتحط يمين ولا شمال، والجلاد احمر ولا اصفر. كان انا كبرت بدري. بتصحى بدري؟ انا عندي مشكله في منبه الموبايل ده، انا ما بظبطه والله العظيم. البيت كله بيصحى الا انا، مش فاهم ليه. فهل المنبه هو البايظ؟ اكيد منبه. مش هطلع غلط، ما بطلعش غلط. طولت عليكم، كتر خيركم، تصبحوا على خير. صباح الخير، كتر خيركم. بنت ايه، بحبك قوي والله العظيم. ثلاثه احنا بنشوف اليوتيوب وبنستنى. الله يسترك يا ايه. في كتاب كيف تكسب اصدقاء. دي رقيق في كتاب كيف تصدق اصدقاء. مش مخنوق، ربنا يهون عليك. نفسك ترجع صغير تاني؟ لا، انا وانا صغير كنت عندي اكتئاب اقوى من اللي عندي دلوقتي. امي كانت بتروح المدرسه، كنت في مدارس خاصه وبتاع، العيال بقى طريه قوي، فالعيال طريقة وملزقة كده وبتاع، وانا عادي. فكانت امي تروح المدرسة تقولي يا حبيبي ما تجريش مع اصحابك ليه؟ ما بتجريش وتنبسط ليه؟ دايما تلاقيني قاعد جنب الحيطة ماسك كيس السندوتشات، العيال تيجي تضربني تاخد السندوتشات وتمشي. شكرا. طب انا بديك السندوتشات تضربني ليه؟ يلا عدت. انا شكرا ليكم وشكرا انتوا هنا. رودينا يعني. انا لا بعرف اقرا عربي ولا عارف اقرا انجليزي. انا رابعه ابتدائي وقفت عندها. بحبك يا رودينا. حمله توثيق يا عم ظل. لا مش مستاهله. ازيك يا بنت ياسيمو؟ يا جو عاوز ابعت لك كادو تعمل عنه ريفيو. ابعت لك ازاي؟ انا اعمل لك ريفيو من غير اي ما تبعتي لي. ما تبعتي لي حاجه انا اعملها لك. ما تقفلش يا اسطى، انا لسه داخله. ازيك يا بت يا يوزر؟ ازيك يا بت يا ملك؟ بت يا ملك ازيك وازاي خالتك؟ ملك علي وبحب. ازيك يا بت يا ملوك؟ ازيك يا حرفوش؟ اعمل ايه يا حرفوش؟ كفايه انا انت تعبتي قوي النهارده يا والله العظيم. ممكن تعمل فيديو على اليوتيوب وفلوجات، مش عارف. اليوتيوب بركز له، بس عايز اتقل كده عشان بنزل حاجات حلوه قوي عليه. مين كان بيضربك؟ العيال كتير قوي. العيال كتير قوي. ازيك حرفوش؟ ازيك يا بنت؟ كفايه كده. لا كفايه، لسه هنبعت ورد. كفايه. بقى عندك كام واحد عامل له بلوك؟ انا عامل كام؟ انا اخر حاجه قالوا لي 700,000 حاجه زي كده. 750,000. 750. ازيك يا بت الاء؟ بحبك قوي بس بزعل لما انت مش بترد على تعليقات هنا وعلى الفيديوز. حبيبه والله انا مسحول. اوعى. ازيك يا بت بسنت؟ الله يستر. اوعى. الله يستر. كفايه كده والله، احنا قاعدين بلده كتير قوي. تحب تعلن ايه على الهوا؟ عشان انا على الهوا، انا احب اعلن افلاسي. انا مصرف بطريقه يعني الله العظيم، ثلاثه اللي هو انا عايز الم تبرعات. كنت ماشي ازاي في الدراسه؟ والله هي اللي كانت ماشيه، انا كنت واقف. مش بتاع تعليم، انا مش بتاع تعليم. ما كنتش عايز اطلع دكتور، ما كنتش عايز اطلع مهندس، ولا عايز اطلع حاجه مهمه في البلد، ولا عايز اطلع حاجه اصلا. انا كنت عايز اعيش موت كده في سلام، مش عايز الناس تعرفني، ومش عايز انا بطلع على السوشيال ميديا والله اقسم بالله عشان اقول كلمتين اللي انا عايز انقلهم للناس، اللي هي في كميه المخ على فكره بالمناسبه يعني. فانا بحاول عشان برضو فيديوهات اللي هي الفيديو اللي هو عملته النهارده بتاع ان الناس توزع على شنط رمضان. خد بالك انا ما بعملش عشان مسيحيين ومسلمين. يا عم انا مش فارق معايا الكلام الفاضي ده. انا بعمل الكلام ده ليه؟ هقول لك.
لو ده عيد ميلاح ده هطلع اقول لك والنبي روح ادي الغلابه، والله اقول لك تعالى نحتفل بالشجره، المهم ادي الغلابه، لان انا مشكلتي مع الغلابه، لان العيال بتقعد يا اسطى. انا كنت بنام تحت كباري يا اسطى، انت عارف الدنيا صعبه قوي، عشت ايام صعبه بالنسبه لي الحاجات دي. انا بقعد اكبر المواضيع. انا زمان كنت فخور جدا ان انا ما بزعلش من المواضيع وبكبرها، لحد ما اقعد افكر في الموضوع لغايه ما يزعلني. كنت مبهر في الغباء. انت ليه حياتك سوداويه؟ يا لهوي سوداويه. عارف المقطع الذي ابكى الملايين؟ هو ده مقطع حياتي. انا مكمل بيه والله العظيم، مش عايزه تتعدل معايا. بس انا صعب يا عم، كنت اروح في دهب من فتره قريبه. ايه اسخف حاجه انا قابلتها في حياتي؟ اوقح حاجه واسفه، اسخف حاجه ان الناس ممكن تكون انت بتحب حاجه، فيجي واحد ظريف ابن ظريفه ابن مهلكه ابن مهزقه، والله العظيم كلام جمال، يجي يقول لك ايه المتعه في كده؟ عارف المتعة فين؟ عالم سخيف. قال لك ايه المتعة؟ واحد قبل كده قال لي ايه المتعة في الفيديوهات اللي انت بتعملها بدل ما بتاخدش منها فلوس؟ تعالى بابا انت امك يا عم، والله الناس مش مصدقه يا عم. اخد فلوس ايه يا عم؟ انا مريح والله يا جدعان، مريح، بس انا مش محتاج الفلوس. السوشيال ميديا بعملها، انا بعملها عشان انا بحبها، مش عشان محتاج منها فلوس. بكل الناس بتنقل على البرامج التانية. قاعد لك انت هنا ليه؟ عشان انا بحب هنا. انت غبي قوي. انا قال لي كده، قال لي ما تاخدش فلوس ما بتعملها ليه؟ عشان امك. عايز اقول لك كده من الاول. بص، وانا مش باين والله العظيم ثلاثة، اقسم بالله ما باين على الخراب من داخلي، اقسم بالله. بس انا العبط واخد كل حياتي. المفروض نسكت للناس اللي بتهزأ. لا، المفروض نمسح بكرامتهم من الارض. او ما انا عن نفسي انا ما بتكلمش عادي. اقفل يلا غرفة داهية يا ابني انت. استنى ما تقفلش، والله كفايه كده يا جو. طب عشان ذاكرت في اخر شهر في الترم ونجحت بتقدير جيد جدا مرتفع بالتمريم. انت عظمه والله، والله العظيم انت شاطره. نفسك في، انا عايز حد يبوسني والله العظيم ويديني 200 جنيه اروح اجيب حاجات حلوه واجي. ده املي في حياتي والله العظيم. رد على ايه؟ شايف ايه؟ وحشني يا جو، عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. بالترون انت بتعمل فيديوهات عشان ربنا يحببنا، انه بيحبنا انه بيظهر واحد. ادعي لي يا جو. والله رنا انت محترمه. يكرمني واتقبل في كليه الدفاع الجوي. لابد ربنا يكرمك، مش عارف، ربنا يكرمك. نفسي ربنا يكرمك. ازيك يا بنت هجوره؟ بحبك يا انت اخويا، الله يسترك يا محمد. والله محمود، ازيك يا محمود؟ وحشني يا جو، عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. ازيك يا دامينا؟ ازيك يا دامونا؟ ازيك يا بنت نيلي؟ مين اكتر واحد بتحبه محتواه على السوشيال ميديا؟ انا ما بتفرجش، ودي مش غرور، انا ما بتفرجش، ده حقيقي يعني. بتفرج كده اللي هو سكرول كده. وهقول لك على حاجه غريبه، انا كل عندي اجانب، مش عارف ازاي. يا اما الناس اللي بتحبني هم دول، ده انا بكلمك بصراحه، يا اما اجانب. بتفرج على اجانب كتير قوي، اجانب بتفرج عليهم ارتاح للموضوع ده. ازيك يا منى؟ هتحكي لعيالك ايه؟ اسئله الانستجرام الشقيه.
اقول لهم ان انا نموي وقف عند تالتة ابتدائي، يعني انا وقفت مستوى الليفل الانبساط والله العظيم تالتة ابتدائي، كنت حزين برضه والله. كان ابويا يقول لي انت بتعيط ليه؟ ازيك يا منى؟ كفايه يا منى والله، طب عشان اذاكرك ايه دار خيل، ذكى عظمه ذكى قلبي، طب لي ذكى بنت لوليانا يا احلى لوليانا في الدنيا. انا بحب صورك على الانستجرام قوي بس بتعب نفسيا من باقي الناس. ايه ده تحبني انا بس؟ الانستجرام ده انا هقول لك انا بحس على الانستجرام، ازيك يا دكتور علي ازيك. انا بحس ان الانستجرام ده معمول والله العظيم عشان ايه؟ عشان الناس تذلنا بخروجاته والله والله العظيم، اللي هو انت قول ايه سهله. الله العظيم انا بحس ان هو انا عايش قول اسف في الحياه مع الانستجرام ده. اتفرج على الناس ايه ده، كلكم بتخرجوا كلكم مبسوطين كلكم فرحانين، وانا ابن كئيب لوحدي، وانا اللي بتصور كده في اللي بص والله امسك الصوره كده. بحس بنقص جامد قوي والله العظيم. جالك ايه هيخليك تستغنى عن الناس؟ ايه جالك ايه هيخليك تستغنى عن الناس؟ توحد. انا جالي توحد مستغنى ده. جالي ده اقول لك جات لي واحده توحد. طولت عليكم قوي والله العظيم، شكرا ل 450. انتوا قاعدين لغايه دلوقتي والله العظيم، ده انا رغاي من الاخر والله، انا ما برغي والله العظيم ثلاثه، انا ما بتكلم مع حد. والله العظيم شكرا، انا اسف جدا على التطويل. ربنا يسعدكم واتمنى تعيشوا في اسعد حال. شكرا من قلبي والله العظيم ثلاثه ان انتوا استحملتوا. جون هتجوزك ممكن تقبل؟ اقبل ايه؟ بتفرج على مسلسلات في رمضان؟ والله يا كريم انا هقول هديك حته دين ريفيو على مسلسل ومحدش جاب سيرته، معرفش ليه. اتقل بس بحضر له والله العظيم. في مسلسل كده عظمه بيتعمل، بس اصبر احضر والله العظيم احضره، بس اصلا مش عايز اطلع اقول لك ازيك يا بنت يا نيرفانا، انت فين يا بنت يا نيرفانا؟ مش ازيك يا سلمى، الله يسترك يا اسماء. عندي مشكله اني بسال حد عامل ايه، ببقى عايزه اعرف عامل ايه بجد، ولما يفضفض ما اعرفش اعمل رد فعل غير اخضوضه. تعالى فضفض لك. ازيك يا زينه، ما تقفلش يا ولية، احنا بقالنا كتير قوي، انت زهقت مننا يا عم؟ لا 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 يا عم، انت قلبي والله، الله الله يسترك والله. كمل، لا كفايه كده، ما احنا طولنا قوي، طولنا قوي قوي قوي، والناس عايزه تسحر وتصلي وتصوم. ازيك يا بنت يا نانسي، ازيك وازاي امك؟ قول خيره. ازيك دوده، اربط شعرك. ماشي حاضر. فيصل الحربي، ازيك يا فيصل؟ لا ما تقفش، الله يسترك يا محمد. هاي اول مره احضر لك لايف بس موز. الله يسترك، انت عسل يا رنا. تصبحوا على خير، شكرا على وقتكم. ازيك بتهاجر؟ ازيك انا مش عايز خلاص يا جدعان، عشان مش عايز اقفل على حد وهو اللي بيقول بحبك وانا بقى ابدي كلب وبقفل المادة. ازيك يا رقيه؟ انا بحبك والله العظيم اشوق. كنت قمر وكده. الله يسترك. منو ازيك خلود؟ طب انا هقفل كده كفايه. ازيك يا بنت يا بشرى؟ تصبحوا على خير. ازيك يا جنات؟ تصبحوا على خير، واتمنى تكونوا في اسعد حال. خلاص يا جدعان تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. تخيم ده، تخيم ده رب.